اختلفت وجهات الجزائريين في ثالث أيام العيد، ففي جولتنا بغابة بوشاوي التقينا بهؤلاء شباب وشيوخ يمارسون كرة القدم في أجواء أخوية وندية، وفرصة لجلب أبنائهم للترويح عن النفس قبل العودة لمقاعد الدراسة. احنا هنا طونسوجور هذا لو فاندرودي نستناوه بريق النفس، شغل احنا الجمعة هذه قاعد قاعد لنا عيد تاع الدين وعيد تاع باش نلعبوا، دونك سي نورمال تجيو لهنا باش نتغافلوا باسكو توني دوفوني اون فامي. درك تعرفنا هنايا دوك ولينا نتماشاو. يسعدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم من الجميع ان شاء الله. ورانا تلاقينا مع الجماعه من بعد العيد، انا نمارسوا في الرياضه ميم طون، تلاقينا مع الجماعه غفرناهم الحمد لله. وشنو العهد هذا ما جاش كيما العيو تاع اللي موالفين على خاوتنا اللي راهم في غزه، وهذا التيفي اثر على الناس يتنفسوا لي لي بومون منا. التيف هذا ماشي مليح ويدير لي بليسور باسكو كاين حجر منه، يقدروا يشوفوا مع رئيس البلديه يدير لي تيرا هنا تاع الطارطون، والناس جيت نزهات دير الرياضه وتلاقى مع العائله تاعو. بون كيما راك تشوف تروازيام جول العيد جانا مع الويكاند، وكانت لوكازيون وين نتلاقاو حنا. بون صافي لونطو حنا نتلاقاو بالجمعه، واليوم طاحت وازار طاح الويكاند مع العيد. كوم دابيتود نتلاقاو مهما العيد ونتلاقاو بالجمعه صباح ونديروا الرياضه تاعنا. نلعب البالون. مع من جيتي؟ مع بابا. اما البعض اختار التنزه في الطبيعه مع ابنائهم، وآخرون قاموا بوضع طاولات شواء مع الأصدقاء وتمضية أوقات ممتعة. خرجنا خرجة بوشاوي، درنا شوية شواء منا وقاعدة مع أصحابي. نهار ثالث العيد من داك نخدعوها شغل هكا شوية، خرجت شوية باش شغل نحو على الخاطر، وقاعدة مع أصحاب هكا نحو شغل نسولاجيو هكا باش ما نبقاوش شغل نروحوا العفسة تاخذوا آخرين ولا. تخوازيام جو تاع العيد انا نجينا هنايا باش نخاطروا نحو على الخاطر تاعنا باش من بعد ندخلوا نقراو. جينا مع بابا باش نلعبوا شويه نحو على الخاطر تاعنا، وباش ندخلوا للمدرسه ندخلوا المدرسه بيجدوا النشاط. دي عادتنا ان شاء الله، كيما نقول لك ما قدرناش نجيو من قبل، ودوك عاودنا ولينا كيما نقول لك شربنا الماء كيما نقول لك نعاودوا العاده القديمه ونجيو بالجمعه ان شاء الله. شاك جمعه نجيو نلعبوا هنايا، نسيو شويه دراجه هوائيه ونلعبوا بالكره كره القدم حتى يوسيلي لي بتي بون وليدي شويه يفرح، وبعد ندخلوا للدار الجمعه والحمد لله. التنزه وممارسه كره القدم مع الاصدقاء وجهات اختارها بعض الجزائريين في ثالث ايام العيد، وفرصه للتغافر والتراحم.